الصحي يعني مسؤول على النادي الصحي لمؤسسة عمومية وهي العباس النادي، وكلفت لتمثيل المؤسسة. يعني حضرت من أجل يعني تزود مجموعة من المعلومات فعلا اللي استفدت منها بزاف. هذا من جهة، هذا المشروع فعلا إلى تطرح يعني كما سطر له وكما يعني إن شاء الله توصل النتائج ديالو، فإنه سيهم واحد الشريحة أو شريحة كبيرة. إلا أن يعني الطريقة ربما يعني ديال التشنج يعني بين ربما كيبدا من الأول بأن الأمور يعني هذه البداية، أن ربما يشكل القطاع العمومي واحد يعني هو في منتشر هذه الآفة، بلقنا مع القطاع الخصوصي هو يعني خاصة في مدينة قديمة مسولة يعني، وكان عيشوا هذه الآفة وكان تبعوا حنا التلاميذ وكان عيشوا هذه الآفة خاصة الثانوي التأهيلي يعني عن طريق تجربة. إذا مع الأسف يعني هذه الانطلاقة اللي كتكون كتبداو يعني تشاركية، مع الأسف لحد الآن أن ديك الصفة ديال التشاركية ما كتبقاش، يعني لسوء فهم أو لعدم تجاوز أو يعني فقط غير ما عندناش واحد الأسلوب ديال التواصل جيد لا من هذا الطرف ولا من الطرف الآخر. بالنسبة للتجربة ديالي يعني أن من الكلام ديالكم بأن هذا يعني اقتراح المؤسسات، هل سيكون انطلاقا من يعني رغبة كل مؤسسة اللي كتبت لها النوادي ديالها، أو أن المديرية الإقليمية هي اللي غادي تختار يعني اختيار المؤسسات والأندية؟ هل يعني يأتي برغبة من المؤسسة أم باختيار المديرية؟ هذا يعني السؤال ديالي الأول. انطلاقا من ذاك العام كنت جبت يعني بتنسيق مع الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والإدمان اللي يعني كاين عندها هنايا في فرع فاس، وكاين اللجنة المركزية ربما كاينة في مكناس. إذا تطرح لي التساؤل واش ربما هناك، لأن حتى هما كيشتغلوا في هذا الميدان وداروا بزاف ديال الدورات التحسيسية، وربما الأهداف ديالكم مع الأهداف ديالهم يعني تتقاطع، وعندهم تما تجربة وتراكم، ومازال مع المجلس العلمي مع ولاية الأمن نفس الطريقة. إذا هي لو كان الانفتاح على هذه الجمعية يعني سيزيد ربما من الخبرة وسيزيد مجموعة من الأمور. وكنشكركم فعلا يعني هذا الموضوع هو موضوع يعني كيهمنا كاملين أي قطاع، نظرا لأنه كيهم المستقبل والتنمية ديال بلادنا. وشكرا جزيلا. الداخلي ديالك حنا كنعرفو البرنامج الدور ديالنا كنقلبو على الشركاء كما شفتو هاد السنة، زدنا النادي المغربي ديال النادي المغربي الفاسي، وزدنا هاد الجمعية اللي هي جمعية اللي عندها أطر دولية وخبرات يعني على المستوى الدولي ماشي غير الوطني، اللي كندعمو الشباب اليوم. هذا هو الهم ديالنا، الهم ديالنا هو دعم هاد الناشئة هذا. هذا هو الهدف ديالنا. حنا عطينا المراسلات عطاولينا على حساب هذاك لو طابلو كما شفتو قبيله، عطاونا لنا مؤسسه تعليميه ها هي حنا ما نقولوش لا. من بعد ما تجمعتو بيناتكم وقلتو فوالا حنا راكم شفتو الشروط بالنسبه للرياضه، حاولنا شي شويه حيدنا شويه كوليج لان مازال صغار في تجربه اوليه، قلنا نمشيو مع الثانويات. وبالنسبه للمركز المغربي لابداع والمقاولة الاجتماعيه، هما راه في القانون ديالهم الداخلي كيخدموا مع الساديه، يعني هادو ماشي شغل الجمعية، حنا تنشتغلو مع الجامعة، حنا اشتغلنا مع كانت عندنا أول أبليكاسيون الموبيل اللي كانت تحسيس والتوعية بآفة ديال التدخين وتعطي المخدرات في المغرب العربي، تعرفوا التلاميذ العدد ديال المغرب العربي اللي كتجي راه فوق سهلناوة وداك الشيء، دونك في الأحياء الشعبية طلعنا للسودة في الثانوية ديال العلم الوجدي ديال الفكري بالداوي، طلعنا لعين هارون أو ما عرفتش اسم الدباب، طلعنا الثانوية ديال العلا الوديين. إذا حنا ما عندناش مشكل، حنا كنزلو، بل بالعكس هاد المبادرات هادو علاش حنا كنقول إلا ما كانش المؤسسة التعليمية غادي نفتحو على القطاع الخاص؟ داك الساعة حنا ما تلوناش داك الساعة، حنا من غنسالو حتى لو 30 أكتوبر ما يكونوش عندنا ليس، غنتوجهو للقطاع الخاص. القطاع الخاص حنا اشتغلنا معاه العام اللي فات، مشينا حتى ل
سيد السام، حنا هذه سنوات ونحن نشتغل بشراكه مع المديريه الاقليميه لفاس، والامور ماشيه على احسن ما يرام. ما فهمتش شنو جديد هذا السنه. راه دام العام اللي فات وحنا ما كناش بغينا نخرجوا لشي صفقه مع الاسف. اذا حنا غادي ننهيو هذا اللقاء، و ما عرفتش انا حيت السي السبعي راك هذا اللقاء معطي الناس الصحه والناس ديال التعليم، وسمح لنا سمحها مسحه فيا المره الجايه ان شاء الله نعطيك كلمه وتيشرفنا الحضور ديالك. شكرا. الله يحفظك سيدي، بارك الله فيك.